إذن تحية طيبة متابعينا الكرام، عدنا مرة أخرى غادي نحاولوا ما أمكن غادي نقربكم يعني من قاعة نجيب نعبي مدينة جديدة، وهذه المرة غادي نحاولوا نستضيفوا السيد مصطفى خبابي اللي هو عضو لجنة التحكيم ونائب رئيس عصبة الوكالة. إذن السلام عليكم السي مصطفى، حاول تقربنا من هذا النشاط اللي تدخلوا اليوم في قاعة نجيب نعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا التدريب ديال اليوم في مدينة الجديدة، وهو هذا التدريب هذا يخول هاد الابطال هادو باش يشاركوا في البطوله الجهويه ديال التقنيه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالنسبه للتدريب هذا كما قال السيد الرئيس، بالنسبه للاطر ديالو راه كاين سي محمد واوا، كاين سي جمال حكيم، كاين الاستاذ رشيد القط. وبالنسبه لهذا الستاج هذا عندنا واحد تدريب اخر هو داخل القاعه هنا فين ديال الجيدو، اللي هو كيشرف عليه الاستاذ محمد الحاج السلومي وسي العمراني وسي مصطفى خبابي. هذا الستاج هذا فيه تاطير ديال الحكام اللي غادي يسيروا لنا البطولات المقبله ان شاء الله ديال هذه السنه هذه. بغيتي تقرب لنا استاذ من الفئات المشاركه، شحال تقريبا ديال الفئات المشاركه؟ انواع ديال الفئات واش هما ذكوريا او اناث؟ تقريبا ما ضابطش العدد بالضبط، ولكن تقريبا غادي تكون واحد 100 ممارس تقريبا في هاد التدريب ديال اللي هو ديال التقنيه، كيكون شويه ما فيش العدد كثير، ربما حتى التدريب الاخرى ان شاء الله اللي تكون جايه مقبله ان شاء الله ديال التباري غتكون فيه واحد العدد ان شاء الله تكون فيه حتى 300 مشارك. وبالنسبه للكاراتي في الاقليم يعني قال الكلمه ديالو، يعني كاين واحد الاقبال، وعندنا يعني عندنا عده ابطال داخل المنتخب الوطني، يعني راه عندنا واحد العمود الفقري يعني داخل النخبه الوطنيه، وهو عدنان الحكيمي وهو ابن الجديدات، ربما معنا بطل صغير تبارك الله، راه قال الكلمه ديالو، راه بطل العالم عده مرات وفي التقنيه ولا في تقريبا في التقنيه الجماعيه ولا التقنيه الفرديه. نعم شكرا جزيلا. شي رساله اخيره لبغيتي توصلها؟ كنشكروا كسيدي، كنشكروا الحوار البريس على هذا اللقاء هذا، وشكرا تبارك الله عليك. مرحبا لدوي، شكرا انت. سمعتوا متابعينا الكرام، هذا رساله من طرف نائب الرئيس ديال العصبه الجهويه للكاراتي. متابعينا الكرام، حنا الان كنحاولوا ما امكن نخربكم من الاجواء بصفه عامه من قاعه نجيب نعبي مدينه جديده. هذا اليوم اللي تعرف هذه التدريب اللي هي كما كتشاهدوا متابعينا الكرام من مختلف الفئات العمريه.